بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمداً وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له لكنه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، ما خاب يوماً من دعا ورجاك. يا مجري الأنهار عاذبة الندى، ما خاب يوماً من دعا ورجاك. يا أيها الإنسان مهلاً، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأن سيدنا ونبينا وإمامنا سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه الفعاليات المهمة، الملتقى الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نلتقي مع حضراتكم في فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع السابع لهذا الملتقى الثقافي من هذه الساحة الكريمة المباركة، ساحة مسجد يوسف الصحابي بمدينة القاهرة. يتسع برنامج فعاليات اليوم لأربع فقرات. الفقرة الأولى مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ مصطفى عبد ربه. أما الفقرة الثانية يتحدث فيها فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ اللغة المساعد بجامعة الأزهر. ثم يتحدث في الفقرة الثالثة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. ثم نختتم هذه الفعاليات بالابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. الآن نبدأ مع حضراتكم أولى فعاليات هذا اليوم، اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي السابع، مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ مصطفى عبد ربه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب اليوم تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن
ذلك قواما.
لهذه الجلسة المباركة من فعاليات
الملتقى الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في عموم محافظات الجمهورية وفي عموم مساجدها، إيماناً منها بدورها العميق في الفهم والتثقيف الصحيح للدين الإسلامي بعيداً عن المغالاة والتطرف. نشكر باسمكم صاحب هذه الفكرة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. فعاليات اليوم الثاني من هذا الأسبوع السابع لهذا الملتقى الثقافي تدور حول موضوع الإيمان باليوم الآخر. إن من أركان العقيدة الإسلامية ومن مقتضيات صحة الإيمان للإنسان المسلم تصديقه الجازم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد يوماً ينهي فيه هذه الحياة الدنيا. وقد اقترن هذا اليوم بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وبذكر الإيمان به في مواضع كثيرة في آيات عديدة من القرآن الكريم، ومنها على سبيل المثال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وبالإيمان بهذا اليوم تنتقل اهتمامات الفرد المسلم من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فيمتلئ قلبه بالطمأنينة والسكينة. حول هذا الموضوع يحدثنا الآن الدكتور محمود خليل مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاض. وصلاة وسلاما على خير نبي نزل بخير كتاب، وعلى الآل والأصحاب والأتباع والأحباب، وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم المآب. وبعد، فإن الإيمان بالله وباليوم الآخر قرينان. قرن الله عز وجل الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ما معنى اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو آخر يوم من أيام الدنيا، سمي باليوم الآخر لأنه يوم لم يأتي بعد ليل كالأيام العادية، ليس يوماً طبيعياً. يوم مقداره عند الله عز وجل 50,000 سنة. سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم من أيام الدنيا. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام، ثم خلق آدم عليه السلام بعد عصر اليوم السابع. فحدد الله عز وجل الأيام، وعدد الله عز وجل أسماء اليوم الآخر. اليوم الآخر مسمياته كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. فسمي بيوم القيامة، ويوم التغابن، والحاقة، والصاخة، والطامة، ويوم الحسرة، ويوم الآزفة، ويوم الحق، ويوم التناد، ويوم التلاق، إلى آخر الأسماء التي ذكر الإمام ابن حجر أنها زادت عن 50 اسم أسماء يوم القيامة. اليوم الآخر أيها الأحبة الكرام ركن من أركان الإيمان، فلا إيمانك إلا بالإيمان باليوم الآخر. لا يكتمل الإيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل ذكر حبيبه محمدًا صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، فقال له: وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هي الدنيا من لدن آدم إلى لحظة البعث، منذ أن خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه
وأسجد له الملائكة وعظمه وكرمه وفضله وبث في الكون من مخلوقات الله عز وجل غير آدم إلى لحظة البعث، هذا يسمى بالحياة الدنيا. فرب العزة يقول لنبيه: وللآخرة خير لك من الأولى. فالأولى هي الدنيا بكل ما فيها، أما الآخرة متى تبدأ؟ متى يبدأ اليوم الآخر لكل عبد؟ عند خروج الروح، وعند النزع، وبعد أن تفيض النفس والروح إلى باريها، ويخرج السر الإلهي ألا وهو النفس والروح، تظل في برزخك إلى أن يبعثك الله عز وجل من قبرك. هذه تسمى حياة البرزخ، لحظة خروج الروح إلى أن تخرج من قبرك يوم البعث والنشور، أو لحظة البعث والنشور، هذه تسمى حياة البرزخ، أول مرحلة من مراحل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة لحظة الموت، ثم حياة البرزخ. بعد أن تبعث وتبعثر القبور وتخرج الأجساد التي بليت، يسمى اليوم الآخر، وما فيه من أحوال، وما فيه من أهوال، وما فيه من حقائق قد تكون غائبة عند كثير أو عن كثير من المسلمين. لحظة البرزخ، ثم يوم القيامة وهو اليوم الآخر، ثم بعد ذلك، بعد أن يصرف العباد إما إلى جنة وإما إلى نار، هذه الحياة الأبدية، حياة الخلود، حياة النعيم، حياة سرمدية لا نهاية لها. فاليوم الآخر أو الآخرة على الإطلاق تبدأ من عند خروج الروح، ثم مرحلة البرزخ ألا وهي لحظة وجودك ومكثك في قبرك، وبعد البعث وبعد النشور يسمى اليوم الآخر، وبعدما تأخذ كتابك باليمين إن شاء الله وتدخل إلى الجنة، ويذهب البعض إلى المكان الآخر، نسأل الله أن يعافينا، منذ هذه اللحظة تسمى الحياة السرمدية الأبدية. فأنا مطالب بأن أؤمن بكل هذا، الإيمان بكل ما هو غيب، هذا يجعلني أزداد إيماناً، وأحرص على فعل الصالحات، وأتحاشى فعل المعاصي والمنكرات. يعني رب العزة سبحانه وتعالى لم يخلق الدنيا عبثاً، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل خلق الله الكون عبثاً؟ حاشا أن يكون خلق الله عز وجل عبث، لكن سيجعل لنا يوماً، جعل الله عز وجل اليوم الآخر مرصاداً وميقاتاً. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الكرام أن أجتهد في الطاعات وأن أبتعد عن المعاصي، وكذلك أيضاً من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن أزكي نفسي. هذه النفس البشرية تحمل بين جنباتها التقوى والفجور. أنت كإنسان مهيئ أن تكون أتقى رجل على قلب أو على سطح الأرض، ومهيئ أن تكون أفجر إنسان على سطح الكرة الأرضية. مصداق ذلك قول الله تعالى في سورة الشمس، بعدما أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم بأطول قسم في القرآن، أطول قسم في القرآن أقسم الله به في سورة الشمس على هذه النفس البشرية، وأقسم الله بالشيء وضد الشيء، اسمها الثنائيات المتضادة، يقسم بالشيء وعكسه، والشمس وضحاها، عكس الشمس القمر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، كل ذلك قسم. على ما يقسم سبحانه وتعالى؟ يقسم على هذه النفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها
وتقواها، أي أنت أيها الإنسان عندك فطرة ذاتية خلقها الله عز وجل فيك، أنت مهيئ أن تكون أتقى إنسان في زمانك على وجه الأرض، ومهيئ أن تكون أفجر إنسان. ما الذي يضبط هذه البوصلة؟ إيمانك بالله، وإيمانك بالملائكة، وإيمانك بالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، لأنك تنظر إلى مقام الله. فأما من خاف مقام ربه، أي من تذكر أن الله عز وجل سيجازيه على الإحسان إحسانا وعلى السوء سوءا، من خاف مقام ربه ونهى النفس، هذه النفس البشرية، إذن الذي يكبح جناح النفس هو إيمانك بالله، وإيمانك بكل الغيبيات التي جاء بها الأنبياء وجاء بها الرسل ونزلت في الكتب. فحري بك أيها المسلم أن تنظر إلى الآخرة وأن تكون عينك على الآخرة. فأما من خاف مقام ربه، ألا وهو مقام الإحسان، أن تشعر بأن الله مطلع عليك ويراك ولا يغيب عنه حالك ولا يخفى عليه مقالك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن هنا أيها الأحبة الكرام، من ثمرة الإيمان باليوم الآخر أنه يؤدي إلى تزكية النفوس وإلى تطهير القلوب، كما أنه يجعلك تجتهد لكي تكون لك خاتمة حسنة. اوعى تحسب أن حسن الخاتمة يأتي من فراغ، أن تفارق الروح الجسد وأنت تصلي، أو أنت في عمرة، أو أنت تصلح بين الناس، أو أنت تفعل طاعة أو معروفاً، أو أي فعل من أفعال الصالحات. إياك أن تظن أن حسن الخاتمة يأتي عبثاً، وإنما من شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأنت لما تكون عندك تطلع، لما يكون عندك تطلع للآخرة وخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن تستحضر عظمة الله عز وجل، هذا يدعو إلى أن تزداد خوفاً من الله، أن تخاف من مقام الله، أن تزداد رهبةً، فتدع المظالم وتؤدي الحقوق إلى أصحابها. إذا كنت قاطعاً للرحم تصل ما أمر الله به أن يوصل، إذا كنت قد أكلت بعض أموال الناس بالباطل ترد هذه الأموال إلى أصحابها، إذا كنت قد اغتبت أو أكلت في لحوم الناس تستسمحهم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا شفاعة ولا خلة. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، يدعوك إلى أن تتسامح، يدعوك إلى أن تتغافل عن الذين يسيئون إليك. الإيمان باليوم الآخر يجعلك تحسن إلى من أساء إليك، تصل من قطعك، أن تفعل المعروف مع أهله ومع غير أهله، لأنك تتعامل مع الناس ابتغاء وجه الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. الذين يفعلون الصالحات ويطعمون الطعام ويمدون يد المعونة لمن يحتاجون المعونة، يفعلون كل ذلك لأنهم يخافون يوما، ينظرون وهم على سطح الكرة الأرضية وهم على وجه الدنيا ينظرون إلى هناك، وكأنه يرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وكأنه يرى أهل النار في النار يعذبون. هؤلاء هم الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة الكرام أن كل ما بعد الموت أمر غيبي لا يتعدى فيه ما جاء في القرآن ولا في السنة. كل ما ورد في القرآن والسنة عن الأمور الغيبية المتعلقة باليوم الآخر لا بد أن نصدق وأن نجزم بها بأن الموت حق، وأن البرزخ حق، وأن البعث حق، وأن النشور حق، وأن يوم القيامة حق، والجنة حق، والنار حق، ونؤمن بما جاء عن اليوم الآخر بالمعنى
ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن نصوص، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في السنة نصوص تخبرنا عن أحوال وأهوال يوم القيامة، أن نصدق بذلك. من لوازم ومقتضيات الإيمان باليوم الآخر أنه لا إيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر. وكل ما جاء في القرآن والسنة من نصوص تتحدث وتتناول أحوال يوم القيامة أن نؤمن بها، وأن نفوض كيفية ما جاء من أحوالها إلى الله عز وجل. ما بعد الموت معلوم لنا معنى، أما كيفية فمردها إلى الله عز وجل. من مقتضيات الإيمان بالله وباليوم الآخر أن نحب ما يحبه الله ورسوله. أنت تتطلع إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وما هو لقاء الله؟ غدا سألقى الأحبة، من يعيش على حب الله وعلى حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في شوق. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا حال الصالحين، هذا حال المخبتين، هذا حال المتشوقين إلى لقاء رب العالمين، أن تكون محباً لكل ما يحبه الله ورسوله، لأن المرء مع من أحب. إذا كنت تحب الصالحين ستكون هناك مع الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما نسأله أن يجازي من كان سبباً في مثل هذه الملتقيات. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته وفي موازين حسنات كل من ساهم وشارك في إخراجها على هذه الهيئة، وجزاكم الله خيراً على حسن الاستماع. نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، والذي قد حدثنا عن موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر، واستفاض في حديثه لمجموعة من النقاط كما ذكرها فضيلته وكما استمعتم إليها. الآن نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فأهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم الآخر عباد الله، والرحلة إلى الدار الآخرة تبدأ بالموت، فالموت هو أول هذه الرحلة. وإن الموت مصيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. لكن هناك ما هو أعظم من الموت، أعظم من الموت الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكير فيه وترك العمل له. لأن الأصل في المسلم الموحد بالله سبحانه وتعالى أنه يستعد للقاء الله في أي لحظة، وأنه يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يشغل نفسه على أي حال يأتيه الموت وفي أي زمان وفي أي مكان. الأصل أنه يستعد لهذا اليوم. اليوم الآخر من الغيبيات التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا،
ثم اختبر الله سبحانه وتعالى العباد في هذه الغيبيات، هل سيصدقون بهذا اليوم؟ هل سيصدقون بما فيه؟ هل سيصدقون بالحشر والنشر والبعث والحساب والجنة والنار؟ كل ذلك لخصه الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في أول سورة البقرة، أول سورة بنقرأها في القرآن الكريم بعد الفاتحة. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ بدأ الله سبحانه وتعالى يصف لنا عباده المتقين. هدى للمتقين، أول وصف ينبغي أن يتحلى به العبد المتقي المؤمن الموحد، قال ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالغيب سيترتب عليه أي حاجة بعد كده. الذين يؤمنون بالغيب، ثم بدأ القرآن بترتيب وذكر التكاليف الشرعية المعروفة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالغيب؟ لأن الإيمان بالغيب هو المحرك الذي يحرك هذا الإنسان ليصلي ويصوم ويزكي ويفعل كل شيء. ماذا لو أن الإنسان صلى وصام وفعل كل شيء إلا أنه لا يؤمن باليوم الآخر؟ كل هذه العبادات لا قيمة لها. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر من أهم صفات عباد الله المتقين، لأن الإنسان إذا حصل عنده خلل أو شك في هذا الأمر سينبني على ذلك التشكيك في كل التكاليف الشرعية. بنشوف بعض الناس اللي بتلحد وتخرج عن دين الله سبحانه وتعالى، ليه؟ مش مصدق في النقطة دي، مش مصدق إن في حاجة اسمها بعث وحساب وجنة أو نار، زي ما الكفار زمان قالوا لسيدنا النبي: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ مستحيل بعد ما نصبح ترابا ونصبح هباء منثورا يعود الله سبحانه وتعالى بالخلق مرة أخرى. فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه النقطة فيقول: نحن قدرنا بينكم الموت، أي قدر الله سبحانه وتعالى الأجال وجعل لكل واحد منا أجله لا يستأخر عنه ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بمغلوبين، أي لا يستطيع أي مخلوق على وجه هذه الأرض أن يغلب الله على قدره وأن يغير قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا حانت لحظته وإذا حان الموت سيموت حتما، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي إن الله جلت قدرته سبحانه وتعالى قادر على إماتة الخلق في أي لحظة، وأي إنسان لن يستطيع أن يؤخر ولو لحظة من حياته. ثم إن الله سبحانه وتعالى قادر بعد ذلك: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أن يخلق الله سبحانه وتعالى من أصلابكم من يعمر هذه الأرض بعد ذلك ويبارك الله في الذرية وفي الأولاد إلى يوم يبعثون، على أن نبدل أمثالكم. ثم قال: وننشئكم فيما لا تعلمون، أي إن الموت عباد الله ليس عدماً محضاً. بعض الناس فكرة إن الموت ده انقطاع عدم، لا، الموت مش عدم، إنما الموت مجرد انتقال من حياة إلى حياة أخرى. هذه الحياة الأخرى اللي هي حياة البرزخ لا نعلم معالمها ولا نعلم تفاصيلها، إنما هي لله وحده. قال: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم، أي سنعيد نشأتكم وسنعيد إعادتكم في هيئة وصورة أخرى لا تعلمونها، لأن ده إيمان بالغيب، لأن زي ما قلنا اليوم الآخر يبدأ بالموت. وننشئكم فيما لا تعلمون. طيب هيجي واحد مش مصدق الكلام ده، إزاي ننتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى؟ وإزاي هنقعد في القبر وحياة البرزخ دي إزاي وهنقعد كم سنة؟ وكل الأمور دي مش ما تدخلش العقل. أول حاجة ما تشغلش عقلك مع ربنا، لأن هذا العقل قاصر عاجز، له حدود لا يمكن أن يتجاوزها. فربنا عشان عارف إن في ناس هتنكر هذا الأمر وتستبعد بعقولها القاصرة هذا الأمر، راح قايل لنا حاجة إحنا بنعيشها كلنا في حياتنا الدنيا في الآية اللي بعد كده: وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
النشأة الأولى اللي هي إيه؟ إن لما ربنا سبحانه وتعالى أخرجك من بطن أمك وأنشأك أول نشأة. طب حد فينا فاكر لما كان في بطن أمه كان عامل إزاي؟ أبدا. حد فينا كان فاكر لما كان عنده شهر كان عامل إزاي؟ أبدا. حد فينا كان فاكر لما كان عنده سنة عامل إزاي؟ ولا نذكر أي شيء من هذه الأمور. لكن مع ذلك هل هذه الأمور وقعت بالفعل ولا لا؟ وكلنا مصدقين فيها ولا لا؟ وكلنا متأكدين منها ولا لا؟ فربنا قال ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني الذي قدر على إنشائكم النشأة الأولى وأخرجكم من أرحام أمهاتكم وأوجدكم في هذه الحياة الدنيا بعد العدم قادر على أن ينشئكم نشأة أخرى لها أحوالها ولها ظروفها التي لا تعلمونها. فإذا دي نقطة مهمة جدا، أن الإنسان لا يستعمل عقله ولا يجري على عقله الأمور الغيبية. الأمور الغيبية تؤخذ كما هي، لأن الإنسان عقل قاصر، عقل عاجز، مهما وصل من علم وذكاء لن يستطيع أن يصل إلى هذه التفاصيل. إذا حجاب مضروب ضربه الله سبحانه وتعالى على خلقه لا يعلمه أحد من خلقه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد أن تتمركز هذه الأمور في قلب الإنسان يبدأ الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، إنه عارف إن في يوم آخر، في حساب، في جنة، في نار، في عذاب، في نعيم. فده اللي بيحرك الإنسان للإيمان بالله واليوم الآخر. كيف نستعد للقاء الله عز وجل؟ ودي بقى النقطة المهمة، كيف نستعد لهذا اليوم الآخر؟ نستعد لهذا اليوم الآخر عباد الله بآية قرآنية شريفة لو فهمها الإنسان وعمل بها لكفت. قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي الحاجة اللي تقدر فعلا تستعد بها للقاء الله سبحانه وتعالى، أي لا نجاة للعبد من الله يوم القيامة إلا إذا ذهب إليه وأتاه بقلب سليم. فلازم نشتغل على العملية دي. خد بالك إن كل العبادات اللي إحنا بنعملها، صلاة، زكاة، صوم، صلة أرحام، نفقة، مساعدة الناس، كل هذه الأعمال اللي أنت شايفها، كل هذه الأعمال ثمرتها ونتيجتها أن تصل إلى القلب السليم. لازم تروح لربنا بقلب سليم، خالي، صافي. فالإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى، صلى وصام وحج وفعل كل شيء، وما زال يمتلئ قلبه بالأمراض الباطنية، لسه قلبه ممتلئ حقد وبغيضة وكره وحسد إلى آخره، كل الأعمال بتاعته لا قيمة لها. فمثلا شوف مرض واحد بس، مرض قلب واحد اللي هو مرض الحسد. سيدنا النبي يقول لك إيه؟ تصلوا عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني أنت بتعمل أعمال صالحة كتير، زكاة وصوم وحج، كل هذه الأعمال الصالحة، إلا أنك تحسد على إخوانك، بتحسد أخوك المسلم، فالحسد ده اللي هو كامن في قلبك واللي ما حدش شايفه مطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الحسد يأكل في حسناتك، فتذهب إلى الله سبحانه وتعالى ولا حسنة لك، كل الأمور خلصت. أما الإنسان الذي يعمل على تنقية قلبه وصفاء نفسه كما قال شيخنا الدكتور محمود، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هذا هو الذي يفلح، الذي يزكي نفسه ويطهر قلبه. هذا الإنسان الذي يشتغل ويعمل ليلا نهار على سلامة قلبه وتصفية نفسه وصدره، هذا هو الذي لا يشغله على أي طريقة يلقى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يشغل نفسه، نفسي أموت وأنا ساجد، نفسي أموت في الحج، نفسي أموت في الحرم، نفسي أموت في كذا، نفسي أموت في كذا، دي خواتيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين. لكن خد بالك إن حسن الخواتيم ده بيسموه كده مكافئة نهاية الخدمة، لأن العلماء قالوا والصالحين قالوا لا تصح النهايات إلا بتصحيح البدايات. عشان نهايتك تكون سعيدة وتكون صحيحة لازم تشتغل على إنك أنت تصحح البداية بتاعتك، لا تصح النهاية إلا بتصحيح البداية. فالإنسان الذي يعمل على هذا الأمر، يعمل على تزكية نفسه، تطهير قلبه، صفاء قلبه، سلامة قلبه، لا يضره ولا يشغله على أي طريقة يموت. مات وهو ساجد خير وبركة، مات في البيت خير وبركة، مات في العمل خير وبركة، مات في الطريق خير وبركة، مات في أي مكان خير وبركة، لأنه ضمن إن شاء الله
النجاة من الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم حسن الختام، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في أعمارنا، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. نسألك يا ربنا أن تجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ونسألك يا ربنا ألا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والذي تحدث معنا في هذا اليوم حول الإيمان باليوم الآخر. وننوه إلى حضراتكم أن هذا اليوم هو من فعاليات الأسبوع الثقافي السابع للملتقى الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نختتم مع حضراتكم فعاليات هذا اليوم بالابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين، فليتفضل. الله الله، قولوا معي الله 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 معبودي ومتحدي الله الله مقصودي ومعتمدي الله ولا في الكون من أحد إلا
معولون على إحسانه فقرا لفيض إفضاله يا نعم من صمد سبحان من خلق الأكوان بافتقار لا يفارقه
سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا أحبتنا الكرام انتهت فعاليات هذا اليوم من الأسبوع الثقافي التابع. كان معنا فيه القارئ الشيخ مصطفى عبد ربه قارئاً للقرآن الكريم، وتحدث الأستاذ الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ثم تحدث الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ثم اختتمنا بهذا الانتهال من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. نشكر لحضراتكم حسن الاستماع، نشكركم على الحضور، نشكركم كما نتوجه أيضا بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة. الآن يؤذن بصلاة العشاء ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.